فعلا كيكثر الكثير من اللغط في مثل هذا الاثناء ديال بالاخص من الشهر الكريم. علاش؟ لانه كتكون عند التخمه عند المشاهد، لان مجموعه ديال يعني الاعمال اللي كتصور في العام كامل، ولكن كتعطى للمشاهد في ظرف شهر اللي هو الشهر الفضيل، ولكن كتكون نسب المشاهدة عالية، وهذه هي الإشكالية اللي كيحاول أي واحد يجاوب عليها، أن الناس ربما تستاء من المنتوجات الوطنية، يعني ماشي كلها ولكن كتكون واحد الاستياء عام، وفي نفس الوقت كتشاهد، ولكن ملي كيدوز الشهر الفضيل وكتفرغ الناس وكتشوف الأعمال بتروي أكثر فكيتبدل الرأي. هي الإشكالية أعمق بكثير من المنتوجات كتوصل بصيغة نهائية في أفلام أو في مسلسلات، ولكن محور الندوه اليوم اللي حنا حاضرين ليه نحاولوا اننا نلقاو ماشي اجابات ولكن نقربوا من بعض الاشكاليات اللي كتخلي ان المواطن يكون مستاء. عاودي لنا على الكواليس ديالك في همي ولاد عمي. السلسله هي من 30 حلقه، كنا محظوظين لانها ما تصوراتش داخل الضغط يعني في الثلاث اشهر الاخيره، ولكن صورناها في قبل رمضان يعني بزاف الوقت، يعني تقريبا في شهر اكتوبر نوفمبر صورناها، وخذت وقتها في المونتاج في الموسيقى في بزاف ديال الحويجات. كانت الاجواء جميله جدا، بالاخص انه ما كانش ازدحام كيف ما قلت لك على التقنيين ولا على الممثلين، خذينا وقتنا وحنا كنصوروها. الان حتى هي دايزه في الضغوطات كامله اللي كتمر منها الانتاجات الوطنيه. كل شيء كان يعني متحمس انه يدير عمل جيد، وكنظن حتى هو نسبه المشاهده ديالو عاليه والممثلين كلهم كانوا في المستوى المطلوب. يعني انا تجربه التنشيط هي تجربه مهمه وتجربه جميله جدا، وما كتخرجش على مسار يعني العمل ديالي، لانني انايا كيف ما كنشتغل في التمثيل فانا منشطه ثقافيه. تجربه ربما لفتت نظر المشاهد لانها كنمارسها بشكل يومي داخل واحد البرنامج. التحدي اللي كان عندي هذا الشهر رمضان، هو انه مباشر، ولاول مره كنخوض تجربه المباشر، والحمد لله كتمر في ظروف ممتازة جدا. كنستضفوا فيها مجموعة ديال المشاهير والنجوم سواء على المستوى المغربي أو العربي أو العالمي، يعني كانت مفيدة وزوينة بزاف، وأكيد غادي تشوفني في تجارب أخرى ربما في هذه القناة أو في قنوات أخرى. كنتمنى لكم عواش مباركة مسعودة في هذه العشر الأواخر، وحتى احنا مقبلين على عيد الفطر فكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، والله يلقينا دائما على خير، وشكرا لتتبعكم الأنشطة الفنية والثقافية اللي كنمشيو ليها وانتم كتواكبوها بكل مصداقية.